ترى موجودة في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري، وبالتالي يعني لو كان الفرق الثلاثة الأولى تتأهل كان ليفورنو حجز البطاقة، لأن بفارق كبير عن أقرب المنافسين، بفارق 8 نقاط، فارق 10 نقاط عن صاحب المرتبة السادسة بريش. ليفورنو كان أقصى، طبعا كان أقصى، كانت خطيرة جدا، خطيرة جدا لمصات إمبولي. فرصة الآن للمرور، تمريرة لماكاروني، تمر كرة في وسط الملعب، تمريرة إلى الأمام من جانبي سابونارو، يتلقى تمريرة الرد سابونارو، يمر سابونارو، خطيرة للتسديد، والكرة يتصدى لها حارس المرمى. حلوة من جانبي سابونارو، ريكاردو سابونارو، لاعب المعار من ميلان، صاحب 21 سنة فقط سابونارو. تسديدة قوية جدا، تفانو هداف الفريق، تفانو هداف إيمبولي، بينما كرة تمر عند سابونارا، عرضية من سابونارا خطيرة، لكن التغطية موجودة، التغطية موجودة، كرة تقطع وتعود. حكم المباراة، هنا التدخل، تدخل قوي ومخالفة موجودة وخطأ. لاعب الكرة لماكاروني، مرور ممتاز، ماكاروني يتقدم، فرصة خطيرة، الكرة إلى خارج الملعب. حلوة الكرة الماضية سابونارا، خطيرة إيمبولي من جانب ماكاروني، عرضية والطيبة لليفورنو في مباراة الرد التي ستقام على ملعب ليفورنو يوم الأحد القادم. كرة تمر الآن، محاولة لإيمبولي، ممتاز المرور والتقدم، كروتشي يمرر الكرة، ومحاولة لكن أيضا الكرة لم تمرر كما ينبغي وذهبت، وحكم المباراة الآن يعطي مخالفة وخطأ موجود على سابونارا. تمر الكرة لمصات إيمبولي عند تافانو، ثم يمر الكرة لسابونارا، سريعة في وسط الملعب من جانبي تافانو صاحب الهدف، يمر الكرة لسابونارا، مرور من جانبي سابونارا، خطيرة لإيمبولي، فرصة للمرور، بالغ في المرور كثيرا سابونارا، وبالتالي الكرة قطعت وعادت من جديد لمصات. جهة اليسرى لكن التغطية موجودة، تعود كرة لمصلحة ماكاروني، يمر الكرة سابونارا، مرور سابونارا، يمر سابونارا ويتدخل، وحكم المباراة لا يشير إلى مخالفة في اللقطة الماضية. هذه الكرة اللي طال فيها بخطأ سابونارا، لم يكن فيها إعاقة، ضربة زاوية عرضية حاضرة، تصطدم الكرة، فرصة خطيرة الآن أمام المرمى، لكن التغطية موجودة.